فاروق صلاح، سلم كمان سالة حامد علشان يكون معاها المحتفى به الكبير الدكتور حسن مصطفى. من جديد طبعا برحب بك يا استاذ ابراهيم، واكيد بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين معاك طبعا في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وتكريم طبعا النهارده اثنين من رموز يعني طبعا النادي الاهلي واساطير كبار طبعا زي دكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات يعني لقاء مهم جدا مع الدكتور حسن مصطفى طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وواحد من ابناء النادي الاهلي. دكتور حسن طبعا في البدايه برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك واهلا بقناه النادي الاهلي. دكتور حسن، طبعا النادي الاهلي ما بينساش ولاده، والنهارده التكريم طبعا بيمثل لك ايه؟ وعايز اعرف شعورك النهارده وكابتن الخطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيمنحك قلاده النادي الاهلي الذهبيه. يعني في الحقيقه طبعا انا سعيد جدا باللفته اللطيفه اللي تمت من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاخ العزيز الكابتن محمود الخطيب، وده طبعا يعني تدويج على راسي شخصيا، وانا يعني زي ما قلت في الكلمه بتاعتي ان انا مبادئ النادي الاهلي هي كانت تتنا ماشي عليها، وفي الحقيقه يعني عملنا شغل مستوى عالي سواء على الاتحاد المصري او الاتحاد الدولي، وكل دي نتيجه الخبرات التراكميه وكل الاحداث اللي حصلت لينا في النادي الاهلي، وتعلمنا من القيادات الكبيره اللي موجوده، تعلمنا ايه الروح الرياضيه، ايه هي الرياضه، مفهوم الرياضه ايه، القياده تبقى ايه، واخد بال حضرتك ازاي. فمن هذا المنطلق انا يعني سعيد جدا ان انا اكون موجود بينكم اليوم لاكرم من النادي الاهلي في شخصي، وطبعا في نفس الوقت انا سعيد يمكن برضو اكتر ان انا اتكرمت في نفس اليوم اللي فيه صديقي وعزيزي العزيز الغالي، طبعا دي يعني عشره عمر بقالنا مده كبيره عائليا، الكابتن حسن حمدي. دكتور حسن، كلمه لجمهور النادي الاهلي. يعني كمان انا عايز اقول النادي الاهلي نادي يعني مش موجود زيه في اي حته في العالم، وبتكلم على الجماهير، والجماهير الواعيه المحترمه اللي هي بتشجع اللعبه الحلوه، بتشجع النادي الاهلي، ما بتخرجش عن المبادئ الرياضيه اللي احنا كلنا اتعلمناها، ودي حاجه جميله جدا بالنسبه للجمهور ان يبقى عنده الوعي الكافي ان هو يلتزم بالسلوك الرياضي ويلتزم بتشجيع النادي الاهلي دون غيره. يعني ما لناش دعوه بالفرق الثانيه اللي هي ممكن بتلعب او يبقى في حاجات خارجيه او كده، وطبعا احنا دي حاجه يعني احنا بنلفظها وما نحبش ان احنا لينا ستايل معين، النادي الاهلي ليه ستايل معين، ليه مبادئ معينه سواء بالنسبه للجماهير او اعضاء مجلس اداره او الفرق الرياضيه اللي موجوده في النادي الاهلي. دكتور حسن مصطفى طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، بشكر حضرتك جدا والف مبروك طبعا النهارده على التكريم. انا بشكر حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله، والساده المشاهدين طيبين، ونتمنى كل توفيق ونجاح للنادي الاهلي في رسالته الكبيره في خلال المرحله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك جدا، ميرسي حضرتك. ميرسي يا جماعه. كده طبعا كان لقائنا مع دكتور حسن مصطفى واحد من ابناء النادي الاهلي وطبعا رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا استاذ ابراهيم، تفضل. شكرا جزيلا يا سلا، وشكرا للدكتور حسن مصطفى.